حضراتكم من جديد في مساء القاهرة. واتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية بالتأكيد أثارت الكثير والكثير من علامات الجدل بعدما أثير مؤخرا من شائعات حول الاتفاقية والتي تتعلق بملكية جزيرتي تيران وصنافير، وهل هما مصريتان أم سعوديتان؟ وإيه هي الفرق بين الملكية والسيادة؟ وإيه حقيقة الوثائق اللي تم إرسالها للأمم المتحدة واللي بتثبت ملكية السعودية للجزيرتين؟ وإيه هي ردود الفعل في إسرائيل؟ أسئلة كثيرة جدا النهاردة هنناقشها مع ضيفي الكريمين، الدكتور سعيد عكاشة الخبير في ملف الشؤون الإسرائيلية بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، أهلا بحضرتك يا دكتور. وأيضا الدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة عين شمس ونائب رئيس مجلس إدارة مركز بحوث الشرق الأوسط، أهلا بحضرتك، منورنا في مساء القاهرة. ويعني خلوني أسأل الأول حضرتك يا دكتور جمال، من خلال يعني مفهوم حضرتك للقضية ودراسة حضرتك للقضية، كيف ترى وضع الجزيرتين تيران وصنافير؟ هل هما مصريتان ولا سعوديتان؟ طبعا هو في يعني في قصة طويلة فيما يتعلق بوثائق التاريخ المعاصر حول الجزيرتين، ولذلك يعني يمكن البعض بيرجع تاريخيا لأقدم من 1950، لكن الملف الأكبر في وزارة الخارجية المصرية اللي بنيت عليه هذه الأحكام هو ملف بيبدأ بالتركيز من سنة 1950 الحقيقة. لكن قبل 1950 السعودية بتؤكد أنه حتى قبل ظهور الدولة السعودية كانت الجزيرتين تابعة لمملكة الحجاز، ثم انتقلت إلى التبعية إلى الدولة السعودية الأولى. لما جه محمد علي وضرب الدولة السعودية الأولى وأسقط الدرعية، بديهي أنه بتنتقل مملكة الحجاز كلها أو بتنتقل الدولة السعودية الأولى كلها بتنتقل إلى حوزة مصر، بس ده في القانون الدولي لا يعتد به لأن ده احتلال دولة لدولة ثانية أو ضم محمد علي أيا كان السبب، لأن دي قضية ممكن يطول الشرح فيها. وبيؤمن المجال الحيوي لمصر، هو عنده نزعة لتكوين امبراطورية أيا كان السبب، لكن ما فيش أي ذكر للجزيرتين بعد ضرب محمد علي وإعادة مصر إلى داخل حدودها. ولذلك باطمئنان شديد نستطيع القول أنه 1840 اللي هي معاهدة لندن ما فيهاش الا ثلاث بنود، ومنشورين على السوشيال ميديا ومنشورين في كل مكان ليشيروا الى انه مصر تصبح وراثيه في اسره محمد علي، وانه ياخد عكا، ولو تاخر وما ردش تتشال منه عكا بعد 10 ايام. وفعلا تم يعني اعاده مصر الى حدودها لانها كانت بتشكل تهديد في هذا الوقت على التوازن الدولي في المنطقه. من 1928 برزت فجأة في وثائق الخارجية المصرية، ودي مذكرة الحقيقة مجمعة من مكتب وكيل وزارة الخارجية حول الجزر وتحديدا حول جزيرة تيران. المذكرة بتقول انه وزارة الحربية والبحرية بتستفسر من وزارة الخارجية، وزارة الحربية والبحرية المصرية بتستفسر من وزارة الخارجية المصرية في ديسمبر سنة 1928، أما إذا كانت الجزيرتين تيران وصنافير تابعتين لمصر. والهدف هنا حتى تقوم مصلحة الحدود المصرية بإرسال قوة لترفع العلم المصري عليهما. وزارة الخارجية على الفور أجابت بأنه يعني لا يوجد في الوزارة أي إشارة للجزيرتين، وبالتالي لا يمكن رفع العلم عليهم. لما بدأت مسألة محاولة تحديد عمليات دخول السفن وخروجها في المضيق، بدأت في إلحاح داخل وزارة الخارجية لتحديد هوية الجزيرتين. هنا عشان حد بيقتطع من الوثائق ويأولها زي ما هو عايز دون ان هو يعرف اولا الظرف الموضوعي اللي ظهرت فيه الوثيقة، وفي نفس الوقت
يعني يعرف انه ده جدل داخل وزاره الخارجيه المصريه، ملوش دعوه بالمملكه العربيه السعوديه. فخلال هذا الجدل هناك من يطرح فكره ان الجزيرتين مصريتين، وانه الالوان خاصه جزيره تيران الالوان اللي على الجزيره بنفس الالوان اللي هي الخريطه المصريه. لكن بسرعه بتنتقل الوقائع والاحداث بسرعه الى حقيقه ثانيه خالص، انه المملكه العربيه السعوديه بعد ما بتستشعر تهديد، وهنا الوثائق بتبقى كميه كبيره جدا وضخمه جدا في وزاره الخارجيه حول ان اسرائيل تطمع، يعني بعد 1949 اسرائيل اي مالها 1900 تطمع في الجزيرتين. اه يعني 1949 معروف، وطبعا دكتور سعيد معانا، انه هم اجلوا التوقيع على جزيره رودس حتى ياخدوا ام رشرش. لما اخذوا ام رشرش عينيهم راحت على الجزيرتين. لما شافوا الجزيرتين ما لقوش اي علم. وعشان كده مراسل فرنسي في القدس ارسل الاهرام المصريه في 12/1/1950 بيؤكد على انه بيدور جدل في اسرائيل الوليده دي اللي اخذت فلسطين، بيدور جدل على انه الجزيرتين دول ما لهمش صاحب، تاهين في البحر الاحمر وما لهمش صاحب 1950. طب خليني ارجع، ما لهمش علم، ما لهمش علم. في الحاله دي السعوديه بتتخوف، وبنبدا نشوف وثائق سعوديه او مراسلات سعوديه للملك، عندنا الملك فاروق. نقف عند 1950 لحضرتك. نقف عند 1950 وهرجع لحضرتك تاني، ولكن اروح لدكتور سعيد واتكلم عن ان اسرائيل يعني كانت في ذلك الوقت تطمع عينيها على الجزيرتين دول، ويعني كلام بشان ايضا ام الرشراش. هو طبعا الكلام اللي قاله الدكتور جمال مظبوط، انه بعد نشوب حرب في مايو 48 كان تفكير بن غوريون الرئيس وزراء اسرائيل او رئيس للحكومه انه دوله بدون منفذ على البحر هتبقى في وضع صعب جدا، ولابد من وجود منفذ على البحر. وكانت انتظروا حتى قدروا يحتلوا اللي هي حاليا ايلات والمنطقه المسماه بايلات حاليا، ثم وقعت الاتفاقات الهدنه فيما بعد بناء على الحدود اللي وقفت عليها القوات الاربع دول اللي كانوا ما يسمى دول الطوق. اسرائيل احتلت الجزيرتين مرتين، مره في سنه 56 ومره في سنه 67. يعني في كل مره سيناء اتخذت في 56 بعد العدوان الثلاثي احتلت الجزيرتين في هذا الوقت. لكن السعوديه في سنه 50 بالفعل كانت تخشى انها مش هتقدر تمنع الملاحه، كان هناك قرار اجماع عربي على منع اسرائيل اذا كانت نجحت في انها تاخد ايلات، تاخد منفذ على البحر الاحمر، فيجب منعها من انها تمر في خليج السويس، في خليج عقبه. فكان لازم يسيطروا على الجزيرتين. السعوديه لم تكن تملك قوه بحريه عشان تمنع مرور البواخر الاسرائيليه، فطلبت من مصر انها تتولى هي، انها تبقى قواتها موجوده على الجزيرتين، ومن خلال تواجدهم على الجزيرتين يمنعوا الملاحه الاسرائيليه. في مارس 57 انسحبت اسرائيل بمقتضى اتفاقيه رعيتها الولايات المتحده الامريكيه ما بين مصر واسرائيل بشكل غير مباشر. بمقتضى عبد الناصر قدم تنازل بانه يصبح لاسرائيل حق المرور في هذه الممرات مقابل انها انسحبت من سيناء. فاصبحت اسرائيل منذ 57 تمر في هذه المنطقه، ولكن اعيدت هذه المنطقه الى مصر باعتبارها انها الدوله اللي كانت موجوده عليها في هذا التوقيت. والسعوديه كانت بالنسبه لها استمر وضع عدم قدرتها على حمايه الجزيرتين لفتره طويله لحد حرب 73. الاسباب التي جعلت للسعودية والدول العربية تدعم مصر عسكريا وماليا، فجزء من الدعم السعودي لم يكن فقط المال، كان أيضا أن يسمح للقوات المصرية بأنها تبقى متواجدة في الأماكن التي يمكن أنها تقدر تدافع بها عن مصالحها. في هذا التوقيت كانت الجزيرتين احتلوا من إسرائيل، ولم ترد السعودية أن تثير مشكلة لحد دلوقتي. نوصل بقى ل 78 ودي أخطر نقطة. لما كانوا قاعدين بيفاوضوا في كامب ديفيد، أصاروا الإسرائيليين مسألة إن الجزيرتين دول مش مصريتين، وبالتالي إحنا هنرجعهم لمصر بناء على إيه؟ ما هم دول تابعين لدولة تانية، مش اتفاقية، مش خاضعة للاتفاق كامب ديفيد، والسعودية كانت بره الاتفاقية. وعلى الفور الولايات المتحدة الأمريكية اتحركت وطلبت من السعوديين بشكل مباشر ولكن سري بإنهم ما يثيروش مشاكل فيما يتعلق ب
ان مصر هي اللي تتولى التفاوض باسم الجزيرتين لحين تطورات اقليميه اخرى تبتدي تطالب بيهم مره ثانيه. هذا كان في سنه 78. من 90 بقى بعد كده يعني حصل حرب الخليج، وده اخر الموضوع ان السعوديه تضغط في سكه انها تسترجع الجزيرتين بعد اتفاق السلام. وصلنا ل 90 في قرار من الحكومه المصريه بترسيم الحدود يقصي الجزيرتين خارجهم. تمام. كل يعني الموضوع بواضح وضوح الشمس انه، لكن اسمحوا لي ان انا اقول ان الجماعه المعارضين احنا قاعدين نناقش كانه هم عندهم حجج حقيقيه، هم ما عندهمش حجج، هم بيستثمروا القضيه لانهم ليهم هدف تاني خالص. ايه الهدف التاني؟ الهدف التاني هو اسقاط النظام اللي هم كانوا ماشيين في الشارع بيقولوا امبارح. بس كل المعارضين هدفهم، كل المعارضين انه الجزيرتين مصريتين ولا سعوديتين، ما اعتقدش كل المعارضين هدفهم اسقاط اللي كانوا النظام. كانوا موجودين، ايه الهتاف اللي كان موجود امبارح؟ الهتاف اللي كان موجود في الشارع. سمعت الهتاف بس هو ده الهدف. هو ده الهدف. لا اعتقد انه كل المعارضين هدفهم اسقاط النظام. ما تكلمش على المعارضه، في معارضه ثانيه عاقله بتقول والله لو في خلاف على الجزيرتين نشوف حل، ما في حزب من الاحزاب قال هنجمع توقعات ونرفع قضيه في المحكمه الدستوريه. ده تصرف سياسي صحيح، مش مشكله اساسا. انت تلجا الى مرجعيه بتقول انا ايه المرجعيه بتاعتي؟ الدوله المصريه من حقها ان توقع الاتفاقات والمعاهدات، مجلس النواب يقر هذه المعاهدات او يرفضها. هو اشتغل بالمرجعيه دي، المحكمه الدستوريه هي لا تحدد هل هذا تنازل عن اقليم ام اعاده اقليم لدوله ثانيه. في الحاله دي ده يرتب دستور وده الثاني ما يرتب استفتاء، ده ما يرتبش استفتاء. يعني في احزاب سياسيه ناضجه اتحركت في السكه دي. انا بتكلم على من هم ليهم اهداف اخرى خالص، دول مهما تقول لهم من قايلنا هم مش هيسمعوا حضرتك خالص. طب انا عايز بس ادخل هنا دخله سريعه. اتفضل يا دكتور. انه هذا الحديث حديث علمي. ولو في مناظره مفروض انها تبقى مناظره علميه. اللي حادث في الشارع واللي انا بسميه فتنه الهين نتيجه ليه، وهم مش كل، ما حدش يقدر يقول ان كلهم خونه اكيد يعني. لا مش خونه، احنا مش خونه. لا انا عايز اقول انه مش طبعا مش خونه اكيد. اللي بيعارض مش خائن، ومش كل المعارضين هدفهم اسقاط النظام. لا انا بتكلم عن نزلوا شعارهم امبارح كان ايه. عايز اقول لحضرتك انه كتير منهم حتى اصدقائنا، حتى برضو اللي دارسين تاريخ، كتير منهم دوافعهم فيها وجدان، فيها عاطفه. كمان في تيارات سياسيه، مؤكد ان في تيارات سياسيه وفي مواقف سياسيه. يعني منهم من يقول انه دماءنا سالت هناك، دماءنا سالت في المكسيك، دماءنا سالت اتولدنا لقينا تيران وصنافير عارفين انهم مصريين. هي بس انا عايز اكمل. يمكن الدكتور جمال عارف الروايه بتاعت الكتيبه السوداء اللي تمام. الشعب المصري بيقراها دلوقتي كله. تمام. بتتكلم على الجنود المصريين ماتوا في المكسيك تمام. في ايام محمد علي بعد دوله محمد علي يعني. عايز ارجع بس انا ارجع شويه ثاني. عايز اقول انه لما تدخل العاطفة والوجدان وتدخل السياسة بأغراضها المختلفة في العلم بيفسد العلم، وما بنبقاش أمام قراءة علمية. حتى الجدل نفسه أنا أوقف مثل هذا الجدل لما حد يكلمني بالعاطفة أو يكلمني بيه أنه صاحب اتجاه سياسي ضد الدولة أو ضد الرئيس. عشان كده أنا بقول لحضرتك إحنا نفسنا يعني وزارة الخارجية لما حللت الأكوام من الوثائق اللي تواجدت عندها خرجت بمذكرة مجمعة. المذكرة بتشير لأنه في 12 يناير، شوف هنرجع ورا تاني، هو 12 يناير 1950 وده نص المذكرة المصرية. ما حدش ده دي وثائق مستشار الرأي بوزارة الخارجية المصرية. المذكرة رقم 20 بيقول فيها تحديدا في 12 يناير 1950 لما تخوفوا من أن إسرائيل تاخد الجزيرتين أنه لابد من اتخاذ الخطوات الآتية. الخطوات الآتية بناء على تخوف المملكة العربية السعودية، ما عندهاش بحرية. واحد، إصدار الأوامر فورا للسلاح البحري المصري باحتلال الجزيرتين. أنت ما بتحتلش أراضيك يعني. يعني حتى ما هوش أي حد اللي كاتب لو هيقول ان انا هنقل قواتي الى الجزيرتين عشان الجزيرتين بتوعنا هيقول هنقلهم، لكن هو بيقول بحتل الجزيرتين. طيب اثنين، هتصل بالحكومه السعوديه. انت بتحتل الجزيرتين ليه؟ هتتصل بالحكومه السعوديه ليه؟ اذا كانت ارضك هيتصل بالحكومه السعوديه لابلاغها بما تم من تدابير وانه هذه التدابير لا تمس مساله السياده. تمام. ثلاثه، حضرتك في 17 يناير 1950 استحسن الملك سعود في اتصالاته ان الجزيرتين بين ملكين اخوين. عايز اقفز بس عن 56 لان دي مساله مهمه جدا. طبعا لازم اما بنقرا الوثيقه ده شغلنا
بنعرف انها وثيقه مزيفه ولا مش مزيفه، بس عايز انقل على الظرف اللي ابتولد فيه الوثيقه. لانه مش اي حد يقول في وثيقه كذا، طب ايه اتولدت ازاي الوثيقه دي؟ الوثيقه كائن حي على فكره، بيولد في ظروف معينه. فعايز اقول لحضرتك انه لما تم العدوان الثلاثي وزي ما قال الدكتور سعيد ونجا عبد الناصر بمسانده الشعب المصري العظيم انه يخلص مصر من العدوان الثلاثي. في تلكؤ اسرائيلي لان هم عايزين يفتحوا الملاحه وحريه الملاحه البريئه زي ما هم بيقولوا، لان ده المنفذ بتاعهم بعد ايلات. لما تلكؤوا في الخروج احنا عندنا وثيقه ناشرها الاستاذ هيكل في ملفات السويس ومعتمده على وثائق منشيه البكري بتاع الرئيس عبد الناصر، بيقول فيها تحديدا في الوثيقه انه عبد الناصر طلب من الملك سعود كده تحديدا ان هو يبحث بقى قضيه المرور البريء لاسرائيل في المضايق لثلاث اسباب. السبب الاول انه في تقارب امريكي سعودي، وانه يعني بالبلدي كده الملك سعود ممكن يبقى له دلاله على امريكا لما يعالج مشكله المرور البريء لاسرائيل في المضايق. اثنين ان جزيره تيران وصنافير، انه جزر تيران جزيره تيران وصنافير ملك المملكه العربيه السعوديه. ثلاثة انه حركة الحج بتمر من هذا الطريق، وان المملكة العربية السعودية مفروض ان هي اللي بتؤمن طريق الحجاج المصريين. ده منشور في ملفات السويس في ملاحة الاستاذ هيكل. الحاجة الثانية، والاستاذ سعيد الدكتور سعيد قفز على طول على 67، احنا برضو في 67 يعني قبلها بشوية بقى عبد الناصر كان اتضحت صورته أمام الولايات المتحدة الأمريكية أنه رافض للتبعية، وأنه مستحيل أنه هو يقبل بمبدأ أيزنهاور 57 بعد انتهاء العدوان الثلاثي. لما اتضحت صورة عبد الناصر أنه هو معارض ورافض أنه تبقى مصر شرطي لمصالح المملكة العربية السعودية في المنطقة، هنا بتبدأ تعمل معاه مجموعه من تعمل مجموعه من المؤامرات لاسقاط عبد الناصر. طالما فشلت في 56 وهي المهندسه بتاع 56، يعني انا شخصيا اؤكد ان الولايات المتحده الامريكيه هي اللي هندست لمؤامره العدوان الثلاثي عشان تتخلص من انجلترا وتتخلص من فرنسا ثم تصبح هي القطب اللي بيحكم العالم. 57 هنا بيكتشفوا حقيقه عبد الناصر فبيوقعوا بينه وبين المملكه العربيه السعوديه. ناس يعني الناس تقرا مذكرات ايزنهاور بيقول كده بالحرف الواحد انه لابد من الايقاع، يعني خلع السعوديه عن مصر، خلعها عن مصر، المحور المصري السعودي السوري لابد ان يضرب، ولابد ان تسقط الوحده المصريه السوريه. هنا انت متخيله ان المملكه العربيه السعوديه اول حاجه هتطالب بيها ايه؟ هتطالب بالجزيرتين. ولذلك من 57 هنبدا نجد خلاف مصري سعودي ومطالبه ووضع وثائق فيها الامم المتحده. ليه احنا السنوات دي كلها عمرنا ما سمعنا الجمله دي، الخلاف المصري السعودي؟ ما هو مكتوب، ما هو مكتوب. أيوة. يا فندم مكتوب. انا مش بقول لحضرتك انه مش مكتوب، انا سؤالي احنا كشعب احنا ليه ما عرفناش عن الموضوع ده، او الموضوع ده ما كانش عندنا موجود في دماغنا؟ ظهر زي ما قلت لحضرتك لاسباب لا علاقه ليها بالجزيرتين، لا علاقه ليها بالموضوع. امال ايه؟ انا بس عايز اقول بس اللي قاله الدكتور. امال ايه الاول حضرتك قول لي؟ الاهتمام بالجزيرتين او الخلاف حواليه؟ انا قلت لحضرتك ده تصيد، لانه في اربع مجموعات نزلوا امبارح اللي كانوا بيهتفوا يسقط النظام. كانوا اربع مجموعات، مجموعه من الاناركيين اللي هم ايديولوجيا رافضين فكره السلطه، عايزين يهدوا الدوله، دول بيقولوا ان احنا ضد فكره السلطه بشكل عام. المجتمع يدير نفسه ذاتيا، ازاي هم دي فكرتهم كده وخلاص، لكن ما عندهمش اليه ازاي المجتمع ده هيدير ده. دول بيهتفوا ضد اي سلطه، وكان شعارهم لو حضرتك تتذكري في اول انتخابات تمت بعد ثوره 25 يناير يسقط الرئيس القادم من غير ما يشوفوه، لانه هو فكره ضد فكره السلطه. المجموعه الثانيه اللي نزلت برضو هي المجموعه من ما يسمى الاشتراكيين الثوريين اللي هم بيقولوا انه اي رئيس يجي من خلفيه عسكريه اذا مصر محكومه بنظام عسكري، وده مش صحيح من ناحيه حتى العلميه، لكن هم نازلين باعتبار انه هدفهم هو اسقاط شرعيه ما يعتقدون انه حكم عسكري. المجموعه الثالثه مجموعه من المثقفين والادباء والفنانين اللي عندهم خصومه
ايديولوجيه مع السعوديه، شايفين ان السعوديه على مدى ال 40 سنه نقلت الوهابيه لمصر وانها حطمت ما يسمى الثقافه المصريه المتسامحه واللي كانت اكثر تحضرا. دول مجموعه. تمام. المجموعه الرابعه والاخيره شباب صغير السن جدا، بطبيعته متمرد على فكره السلطه، بطبيعته لا يفهم من السياسه غير اليه واحده هي التظاهر، فنازل يسقط قانون التظاهر. اللي هم دول من المجموعات الاربعه اللي نزلوا امبارح. تمام. لم يستطيعوا جذب جمهور ابعد من النشطاء اللي شغالين في الاربع مجموعات. ولو حضرتك بتتابع السوشيال ميديا الفيسبوك مثلا، هم نفسهم كانوا بيقولوا اليوم عدى بس احنا كسبنا ان احنا كسرنا قانون التظاهر. اليوم عدى بس احنا اهلنا النظام. حاجات من النوع ده، يعني هم ما كانوش جزرتين غير تكئه او مجرد ذريعه في الموضوع. انا عايز ارجع بقى للنقطه اللي قالها الدكتور جمال لان دي مهمه جدا. طيب. اللي هي نقطه، طيب صحيح ان اتحسم موضوع انه عبد الناصر لا يمكن التفاهم معاه من قبل الولايات المتحده الامريكيه والتحالف الغربي كله. في المرحله دي حتى السعوديه ما كانتش تقدر تعمل مشكله على الجزيرتين خوفا من انها تصور على انها تقف في مواجهه المعسكر اللي بيحارب اسرائيل، ما تقدرش، هتتفهم على انها دي بتاخد الجزيرتين ومش هتقدر تمنع اسرائيل، يبقى بالتالي هي واخداهم عشان تحمي حق المرور لاسرائيل، فما كانتش تقدر تعمل ده. هيبقى في حرج بالنسبه لها سياسيا كبير. المشكله انه زي ما الدكتور جمال بيقول بياخدوا الوثيقه، ده علم، علم قراءه الوثائق ده، هم مش محترمين العلم حتى. تمام. عشان اقرا الوثيقه، هم حطوا الكليب بتاع عبد الناصر وهو بيقول تيران مصريه. نعم. ما خدوش بالهم ان المؤتمر ده كان في شهر مايو 67 اللي هو الدكتور جمال بيقول عليه السياق اللي تمت فيه، هو خد بقى الكليب قال تيران وما قالش صنافير بالمناسبه، هو قال تيران بس ما نطقش، انا شفت الكليب خمس ست مرات. قال فقط تيران وما اتكلمش عن صنافير. في هذه الفترة هو كان مشتبك مع السعودية في مشكلة اليمن. تمام. اساسا فكان طبيعي ان هو حتى لو هو معترف ان تيران جزيرة سعودية هيماطي، هيقول لا، بما انه في حالة عداء بينه وبينها، قد يكسب بيها ورقة في ايده، قد يكسب بيها، لكن عمره ما ادعى السيادة عليها اساسا. فحتى اللي بيحطوا الوثائق لا يقرؤوها، يعني حاطط الكليب مش وراني حاجات لخبراء في القانون الدولي مثلا. الراجل يتكلم حوالين ايه المرجعية؟ يعني انت عايز تخش مشكلة، ايه المرجعيه اللي هتستند ليها؟ احنا لما دخلنا اتفاق كامب ديفيد والعالم العربي النهارده كله من خلال المبادره العربيه لسنه 2002 اللي هي مبادره الملك فهد في الاساس 1981، لازم تقولي المرجعيه بتاعتك. المرجعيه هي القرار 242 لسنه 67 هتتناقش فيه. وهقول لك بس على موقف دلوقتي كلهم بينسوا، مزارع شبعه اللي في لبنان دلوقتي. لما اسرائيل انسحبت سنه 2000 بمقتضى القرار الدولي 425 لسنه 78 سلمت للامم المتحده خرائط بتقول انا انسحبت للحدود الدوليه. ردت لبنان وقالت لا ما انسحبوش للحدود الدوليه، ده انسحبوا وفي اراضي تابعه لينا اللي هو حزب الله قال عليها اراضي لبنانيه اللي هي مزارع شبعه. الاسرائيليين ردوا قالوا طيب الاراضي دي احنا احتلناها في 67 من خلال احتلال هضبه الجولان، اذا هي اراضي سوريه. فاللي يطالب بيها السوريين مش اللبنانيين. ادونا ورقه من السوريين تقول ان مزارع شبعه ما هيش سوريه، هي لبنانيه، احنا هنسيبها. سوريا لان ليها مصلحه في استمرار حزب الله في القتال ضد اسرائيل سكتت. واي كلام يتقال يقولوا كلام انش، من نوع احنا شعب واحد، احنا بيننا تكامل، احنا مش عارف ايه، لكن في الوثائق الدوليه ما هيش تبعك، دي تبع السوريين. تمام. التصرف السياسي هنا هم القرار اتاخد صح جدا، ان لازم انت بترجع الـ 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 الارض بتكسب مكاسب معينه، عندك برلمان وعندك محكمه دستوريه، واللي مش عاجبه الكلام يروح للمؤسستين دول. الحقيقه دكتور بس دقيقه واحده دكتور سعيد، بس انا يعني عاوز اسال حضرتك كباحث في الشؤون الاسرائيليه، كيف كان رد الفعل في الداخل الاسرائيلي وخاصه انه يوم الثلاث اللي فات كان في تصريح لوزير الدفاع الاسرائيلي بيقول انه هم ما تفاجئوش بالاتفاقيه دي، وان هو كان في تنسيق رباعي بين مصر واسرائيل وامريكا والسعوديه بشان تيران وصنافير. التصريح ده وقبليه على فكره قبل ما يقوله جادي ايزنكوت اللي هو رئيس الاركان، ما كانش وزير الدفاع، هو نتنياهو حاليا هو حصل ان نتنياهو عمل اجتماع لما يسمى المجلس الامني المصغر، دي
كيان كده في المؤسسات الإسرائيلية بيجمع الوزراء رؤساء الأحزاب اللي مشاركة في الائتلاف ومعاهم خبراء أمنيين، دول بيبقوا اسمه المجلس الوزراء المصغر، يعني اللي هو وزير الاستخبارات، رؤساء الكتل المشاركة فيه. الاجتماع ده تم قبل زيارة الملك سلمان ب 10 أيام، ب 12 يوم بالظبط. وقال فيه إن إحنا أبلغنا من قبل مصر والسعودية إنه لن يتغير وضع الجزيرتين في الاتفاق اللي تم في كامب ديفيد، لان الجزيرتين دول خاضعين في البروتوكول العسكري في الاتفاقيه للمنطقه دي. لم يعرف الشعب الاسرائيلي اي شيء. كتبت اهم صحفيه عندهم مهتمه بالشان المصري سميدار بري مقال وقالت انا مش فاهمه ايه اللي بيحصل، الحكومه ما طلعتش قالت بيان. رد عليها واحد من الكنيسة وقال لها احنا اللي بنمرر الاتفاقات واحنا اللي بنرفضها، اذا حصل تعديل هو ما يقدرش يعمله لانه لازم يرجع لنا احنا كمان، واحنا ابلغنا ان ما فيش تعديل. فخلاص لا في استفتاء ولا في اي حاجه، ولا المجتمع الاسرائيلي عمل ازمه حوالين ان الدوله، هؤلاء الناس بيهدموا فكره الدوله بجد. وانا لما كل انا عامل حكومه عشان كل حاجه اعمل عليها استفتاء، وانا لو عملت السابقه دي خلاص خلص بقى الموضوع. هتيجي تعملي ضريبه هيقول لك نعمل استفتاء، هتيجي تعملي تغيير في المناهج التعليميه هيقول لك اعملي استفتاء، خلاص ما بقاش في دوله، خلص. فهؤلاء الناس ما نناقشهمش على اساس ان هم يعني الجزيرتين، زي انا متفق مع الدكتور جمال ان في بعض الناس وجدانيا مرتبطين بالموضوع، دول ما انا باخدهم في الاعتبار. وهنا الكلام اللي بيدور ما بين الناس اللي عندهم درايه بالقضيه من الناحيه العلميه، هو الراجل ده لما يقعد يسمع ده هيبقى منفتح انه يغير موقفه. طيب المجموعه دي مش هتغير موقفها مهما عملت. طيب انا معايا على التليفون سياده السفير معصوم مرزوم مساعد وزير الخارجيه الاسبق والعضو في التيار الشعبي، اهلا بحضرتك معانا في مساء القاهره. وانا معايا هنا دكتور جمال شقره الذي يؤكد ويجزم ان تيران وصنافير هما سعوديتان، ايضا دكتور سعيد عكاشه الخبير في شؤون الاسرائيليات برضو بيقول انه كل الدلائل تجزم بان تيران وصنافير جزيرتان سعوديتان. اولا مساء الخير يا استاذ هنجي، وتحياتي ليكي وللضيوف الكرام. اهلا بحضرتك. أنا الحقيقة ما سمعتش الحجج اللي قالوها، فربما أصدمهم إذا قلت إن أنا بأحرج جدا وبأشعر الحقيقة بالخجل لما ألاقي مصريين بيدافعوا عن حاجة المفروض إنها تترك للآخرين إن هم يدافعوا عنها ولا يقوم بها مصريون. حكومة فيشي في فرنسا بعد ما احتلتها القوات النازية قالت وافقت على للحكم النازي بكل شيء، إلا أنها لم تسلم أبدا في ملكية أي بقعة من الأراضي الفرنسية للغازي الألماني. وأنا أظن أن هذا النوع من التبرير والتفسير والمصارعة بالحديث عن فجأة أن هاتين الجزيرتين سعوديتين، أنا أظن أنهما يخلقان مشكلة وأزمة للشعبين السعودي والمصري في المستقبل. وينبغي الحقيقة على الأقل أن يصمتوا بعد الوقت، بعد أن تعيد الحكومة المصرية والحكومة السعودية النظر في هذا الموقف المتعجل الذي اعترف الجميع على الأقل في الحكومة بأن الأسلوب الذي تم طرح الموضوع به كان متعجلا. ثم الحجج الموجودة ولدي منها الكثير الحقيقة، سواء من ناحية القانونية أو التاريخية أو السياسية، وأنا كنت مدير إدارة المعاهدات وزارة الخارجية، ربما الحرج يمنعني أني أتحدث عن مسائل لا زالت سرية، ولكني أندهش عندما أجد أن بعض وثيقة واحدة التي يمكن أن يعتد بها في كل ما تم طرحه هي الخطاب الموجه من السيد عصمت عبد المجيد إلى السيد رئيس الوزراء واللي موقع معاه على نفس المذكرة. سيادة السفير كان لازم تسمع اللي اتقال. يعني أنا مش هقدر أعمل، وأنت حضرتك بتتكلم من غير ما تسمع اللي اتقال، يعني أنت بترد على حاجة مش ما سمعتهاش. إذا كنت أنت حضرتك عايز تتكلم أنا ممكن أمتنع عن الكلام خالص. لا لا اتفضل اتفضل حضرتك هنسمع. اتفضل حضرتك اتكلم، وأكيد دكتور سعيد هيرد ودكتور جمال هيرد، إحنا في حوار. اتفضل حضرتك نسمع رأي حضرتك. أرجو أن يكون حوارا، لأن الحقيقة أنا فوجئت بأن تقريبا الإعلام المصري باستثنائك يمكن يا أستاذ إنجي ومنابر إعلامية قليلة أخرى
هي اللي متاحة لوجهة نظر الأخرى، ومش وجهة نظر أخرى بس، ده أنا كنت مقاتل قتلت في 73، وأنا قلت إذا كانوا مش لاقيين وثائق خالص رغم إن عندي وثائق كثيرة جدا، يفتحوا قلوب شهداء مصر اللي استشهدوا في حروب مصر المختلفة، هيلاقوا خريطة صنافير وتيران موجودة فيهم. كل ما عشنا عليه إحنا، أنا كنت في قوات الصاعقة، كان تدريباتنا قبل ما نعبر في 73 كان في احتمال ان احنا يسقطونا بالهليكوبتر او بالباراشوت على هذه الجزر، فبالتالي هي محفوره جوانا. بالنسبه للوثائق وحديث الوثائق، انا مش عايز اخد كل الوقت ليا لان اكيد ضيوفك عايزين يتكلموا. لا يعني احنا عاوزين نسمع راي حضرتك، اتفضل يا فندم. عاوزين نسمع راي حضرتك كاملا، اتفضل. انا يعني هقول لحضرتك امثله بسيطه جدا. روزفلت قابل المغفور له الملك عبد العزيز ال سعود على ظهر المدمره كوينزي، واعتقد مش عارف مين من الدكاتره عندك متخصص تاريخ، في سنه بعد الحرب العالميه الثانيه مباشره، كان جاي من يالطا وقابله، والملك عبد العزيز ال سعود وحتى اداله طياره هديه اللي هي طياره داكوتا اللي هي بعد كده اول طياره في الخطوط الجويه السعوديه. في هذا اللقاء ضمنت الولايات المتحده الامريكيه وما تلاها طبعا من لقاءات، لان امريكا كانت بدات تدخل الى العالم وبدات تنظر الى بترول المملكه العربيه السعوديه، وهي ضمنت للاسره اسره ال سعود هي وبريطانيا حكم العرش سواء في بعد الحرب العالميه بشرط او فيما بعد. فهي اللي يخلي الملك عبد العزيز يبحث عن حمايه من دوله محتله في ذلك الوقت من الاحتلال البريطاني، قواتها كانت لا تستطيع عبور قناه السويس الا باذن خاص، ولكن كان لينا نقطه حتى نقطه جمركيه على جزيره تيران. الحقيقه كان ممكن يطلب الملك عبد العزيز ان احنا نحميله ميناء جده مثلا، حاجه تستاهل، انما جزيرتان صخريتان يطلب الملك عبد العزيز ان احنا نحميله. طبعا الكلام ده ما فيش اي حاجه تؤكده بالمناسبه يعني، ولا في وثيقه واحده ولا ورقه. الحاجه الثانيه ان لما اتعملت كفايات الهدنه سنه 49، خرائط الهدنه اللي هي بتاعت رودس هو مودع لدى الامم المتحده، ارجو ان الاخوه يطلبوا من الامم المتحده نسخه، والنسخ دي موجوده هيلاقوا فيها ان موقع الحدود المائيه بتاعت مصر الجزيرتين داخل حدودنا المائيه. بعد كده سنه 56 احتلت هذه الجزر بواسطه القوات الاسرائيليه، وما فيش ورقه واحده مسجله عليها لا في الامم المتحده ولا في اي مكان ان السعوديه طالبت باعاده الجزيرتين مره اخرى، على اعتبار ان احتلتهم بقى قوى ان مصر عجزت عن حمايتها. فكان من باب اولى سنه 56 او 57 تطالب السعوديه باعاده هاتين، ما لم تطلب ولا توجد ورقه واحده بتطالب فيها باعاده هاتين الجزيرتين. طيب في الستينات كانت هناك حرب بيننا وبين مصر عبد الناصر والسعوديه، قواتنا كانت بتحاربهم في اليمن. 62 63 64 65 66 67 لما حصلت النكسه وكان بنحاربهم طول الوقت ده. لم يرصد مرة واحدة ولم تسجل مرة واحدة أن السعودية وإحنا كنا بنحاربها في الوقت ده طالبت، ما إحنا مش معقولة بنحارب حرب ويسيبونا وديعة، مش ممكن، على الأقل كانت تحاربنا في الأمم المتحدة، وهم كانوا كثير الشكوى ضدنا. الثابت أن المملكة العربية السعودية في ذلك الوقت، وده كان طبعا دولتين في حالة عداء، كانوا بيحاولوا يسقطوا نظام عبد الناصر، وكان هناك محاولات حتى لاغتيال عبد الناصر الله يرحمه. فإذا كان من باب أولى إنها تحرجنا في مجلس الأمن، والكلام ده أيضا مسجل. كانت الخرائط بعد ما انسحبت إسرائيل بعد 67 أيضا الخرائط كلها كانت إحنا خرائط اللي اشتغلنا عليها في طابة كلها، وأرجو إن برضه الإخوة يروحوا يراجعوها مع الدكتور نبيل العربي، الدكتور نبيل العربي حي نرزق، موجود كلها موقع عليها هاتين الجزيرتين داخل المياه المصرية. طيب أخلي حضرتك معايا بس دكتور جمال شقرة عاوز يكلم حضرتك. اتفضل يا دكتور جمال. أهلا بحضرتك سعادة السفير. طبعا يعني الحوار بالوثائق يحتاج إلى مناظرة، وإحنا بندعو حضرتك إلى الجمعية المصرية للدراسات التاريخية في يعني مائدة مستديرة للحوار حول الوثائق، لأنه طبعا في ردود على كل اللي حضرتك قلته. وأنا بس عايز أبرئ نفسي وأبرئ صديقي الدكتور سعيد من أن إحنا إحنا بندافع عن لا موقف السعودية. لا إحنا أنا لا يمكن لأنه تم اسمح لي بس على الجزئية دي. عفوا أنا لا يمكن أخون وأتهم مصري، لأني أنا باي ديفينيشن أي مصري وطني، بس تمام عشان ننهي المناقشة دي.
يعني عايز اقول لحضرتك انه احنا الشارع اشتعل نتيجه للميديا، فاحنا بنعرض وجهه النظر العلميه، وكذلك الجمعيه الجغرافيه، وكذلك كل المؤسسات اللي موجوده في الدوله. عايز اقول لحضرتك انه في مطالبه سنه 57 وفي الامم المتحده، عايز اذكر اللي ما ذكرتوش في الحوار لان حضرتك ما سمعتش حواري من الاول، عايز اذكر انه لما كانت بتتم مفاوضات كامب ديفيد، في وساطه الرئيس حسني مبارك طلب من الرئيس جعفر نميري انه يطلب من المملكه العربيه السعوديه من الملك فهد ان يؤجل المطالبه او فتح موضوع الجزيرتين بعد ان تتسلم مصر كل اراضيها اللي اغتصبت منها سنه 67. اغتصبت اللي هي اغتصبتها اسرائيل سنه اللي هي الحادي طابع 1967 سنه 67 يعني. فدي وساطه والوثيقه موجوده في وزاره الخارجيه. الامر الثاني لا 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 لا، مفيش حاجه من دي موجوده في وزاره الخارجيه. عشان تبقى عارف مفيش حاجه، مفيش الطلب اللي اتطلب من نوميري ده يجيب عليه النوميري الله يرحمه او رئيس مبارك ربنا يديله طول العمر. الا انه بيقول انها كانت شفاهات وزاره الخارجيه، لا يوجد لدي حاجه بهذا المعنى. نشوف الملف اللي موجود في وزاره الخارجيه. الامر الثاني لا حضرتك قبل، ارجوك بقى قبل ما تقول دي، كان لابد ان تتيقن انها موجوده في وزاره الخارجيه. طيب يا فندم في ملف كبير في وزاره الخارجيه. طب اقول لحضرتك كمان، معروف اللقاء بتاع تونس بين سعود الفيصل وزير خارجيه السعوديه وبين عصمت عبد المجيد وبحضور السفير حسين هريدي، ومعروف انه رد الدكتور عصمت عبد المجيد شفاهه ومباشره بانه مصر لا تمانع في رد الجزيرتين الى المملكه العربيه السعوديه لما طالب بيه. اسمح لي ارد على النقطه دي لانها تكررت في الاعلام كثيرا. اكمل بس حضرتك، اديني فرصه اكمل. اتفضل. لما رجع الى القاهره والسفير حسين هريدي موجود وشاهد على هذه الجزئيه، طلب من رئيس الوزراء ان هو يفوضه بالرد، وشار بعد ما شرح له، وحضرتك اشرت الى الوثيقه بتاع 1990. فاذا مش معقول دكتور عصمت عبد المجيد يرد شفاهه. وانا سالت السفير حسين هريدي فقال لي انت تعرف انه الدكتور عصمت عبد المجيد مفروض ان هو والدكتور مفيد شهاب وكان الدكتور يونان لبيب موجود وكلهم كانوا اعضاء في اللجنه لاسترد الطابه، وبالتالي هو قرأ كل الملفات اللي موجوده حول الحدود الشرقيه وحول الجزيرتين، ولذلك جاء الرد شفاهه وسريعا، ثم بعد ذلك كتبت الوثيقه، الخطاب اللي قالت فيه مصر وموجود ومنشور على السوشيال ميديا ان مصر لا تمانع في رد مساله رد الجزيرتين. يمكن استاذه انجي كانت اثارت ليه من 90 لغايه دلوقتي لم تثر القضيه، ما سمعناش عنها، لانه العالم العربي اشتعل بعد اعتداء صدام حسين على الكويت ثم التطورات التي تلحقت بعد ذلك. وبعدين يا سيادة السفير عندي نقطة تانية. اسمحني بس عشان ده بس الدكتور جمال خلص. الدكتور سعيد برضه هيقول لحضرتك نقطة واحدة. بس اتنين على واحد كده. طب ارد واحد واحد. طيب اتفضل حضرتك عشان بس ايه نجزء. اتفضل حضرتك. الدكتور جمال طبعا انا اشكره على قراءته التاريخية اللي هي مع احترامي ليه لا تثبت شيئا من الناحية القانونية. ان واحد وزير خارجية قاعد مع وزير خارجية وتحدث شفاهة ان انا والله بعترف لك بحقك في ده، انا ممكن اضرب لك مليون مثال، ملايين الامثله على المستوى الدولي، وزراء خارجيه بيقعدوا يتكلموا مع بعض على العشوائيات وفي ريسبشنز وبيتكلموا، ده لا يقيم التزاما ولا ينشئ حقا. كتب بعد كده الوثيقه يا فندم، كتب الوثيقه الموجوده على النت. جالك في الوثيقه. جالك في الوثيقه. اولا ما تطلق عليه حضرتك وثيقه في عرف وزاره الخارجيه اسمها مكاتبه داخليه سريه ومكتوب عليها سر للغايه. تسريب هذه الوثيقه للجانب السعودي اذا كان تم تسريبها يعتبر خيانه عظمى طبقا للقانون المصري، لانه لا ينبغي لامن الوثائق المصريه، ومفيش في قانون تداول المعلومات لازم ان وثيقه بهذا الشكل وعلى هذه الدرجه. صحيحه ولا مش صحيحه؟ ده السؤال. لا يا فندم، ده هو بعتها له رسمي. خلينا نكمل كلام. بس هذه الوثيقه اذا كانت من السيد وزير الله يرحمه عصمت عبد المجيد الى السيد رئيس الوزراء، فهي عباره عن راي بيبديه وزير الخارجيه لرئيس الوزراء. انا عايز بقى ما هو راي رئيس الوزراء او الحكومه او محضر جلسه مجلس الوزراء التي اخذت بها
بهذا الرأي، رغم ان الرأي ده انا ممكن اناقشه برضه لكن مش عايز ده وقت البرنامج. عايز اشوف اين هو الرد الذي اقر حقا او اقام حقا للمملكة العربية السعودية. يا سيدي هذه مكاتبة داخلية، ايضا احيلك الى السيد وزير الخارجية عشان تسأله اكم من الوثائق من هذا النوع اللي معروض بيها على السيد رئيس الجمهورية وعلى السيد وزير التموين وعلى السيد رئيس الوزراء وعلى السيد. انا عايز هتديني فرصه ارد على حضرتك، خليك معايا بس. انت شفت شفت الوثيقه حضرتك، شفت في ذيل الوثيقه بيطلب من رئيس الوزراء تفويضه في انه يرد على سعود الفيصل وزير الخارجيه. ولما وزير خارجيه فين الرد؟ فين الرد بقى بتاع رئيس الوزراء يا فندم؟ ده موجود على السوشيال ميديا. كيف لم يعرض على مجلس الوزراء؟ واذا عرض على مجلس الوزراء اين هو محضر مجلس الوزراء؟ يا دكتور جمال ارجوك لوجه الله والحقيقه ودماء الشهداء، ارجوكم لا طلع بس دماء الشهداء عن الكبير تثير الشارع. وزير خارجيه السعوديه عشان تستخدموها ضد المصريين. مين قال كده؟ مين قال كده؟ انتوا ناس الاكاديميه المصريه كل جهدكم عن الحقوق المصريه. لا انا مش موافق حضرتك على هذا الاتهام. ده اتهام على فكره احنا غير مقبول. لا 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 مش مقبول يا سياده السفير. يعني انا اتمنى انه حضرتك تطلبي السفير حسين هريدي ويقول رايه، لان هي المشكله ايه؟ هي مساله مش اراء يا فندم. احنا ما بندافعش عن حقوق حد، احنا بنهدي الشارع وليس اراء. بنهدي الشارع اللي اشعلتموه. انا بكلمك على الوثيقه بمفهومها القانوني وفقا للقانون الدولي. يا دكتور حضرتك سفير. حضرتك سياده السفير انت مش متخصص في قراءه الوثائق. ولكي ازيدك من البيت من الشارع انت مش متخصص في قراءه الوثائق. لا يوجد وثيقه موقعه بتقول ان هذه الجزر ملكا لاي حد تاني غير جمهوريه مصر العربيه. يا سياده السفير لا توجد وثيقه. سفير بعد اذن حضرتك بس نسمع دكتور سعيد. اوكي اتفضل يا دكتور. متخصص في قراءه الوثائق، انت راجل كنت سفير في الخارجيه، ليش شغلتك قرايه الوثائق دي؟ مش شغلتك. حسين هريدي تاني حاجه، انت وجهتنا اتهام بتقول ان احنا بندافع عن وجهه نظر السعوديه. مش صحيح طبعا، مش ممكن. احنا بندافع عن انه هناك محاوله لحشد الشارع المصري. أيوة. بشكل خاطئ ولاسباب خاصه بمجامعات سياسيه هي تريد هدف اخر تماما. احنا بنقول لهم اذا كنتوا عايزين الهدف ده احنا مش ضدكم، انتوا حريين عايزين تقولوا يسقط النظام، بس ما تستخدموش العلم بشكل سيء وتثيروا شجون الناس. ثاني اكمل كلامي، اكمل كلامي. احنا سمعناك للاخر، اكمل كلامي. اما حكايه بقى استخدام كلمه الدم طول الوقت، هذا الكلام بلاش. ما الدم ما يهمكش طبعا. اسمعني بس للاخر. بعد اذن حضرتك سياده السفير بس نسمع دكتور سعيد عكاشة وبعدين هرجع لحضرتك سياده السفير. بعد اذن حضرتك بعد اذن حضرتك سياده السفير بعد اذن 73 يحترم الدم يا سياده السفير. بعد اذن حضرتك سياده السفير انا هرجع لك تاني بس اسمع راي دكتور سعيد. ما بنتكلمش بلغه العواطف، بنتكلم بلغه الحقائق والمعلومات. انت بتستخدم لغه الدم دي لغه تهيج للشارع، احنا مش محدش فينا انكر وهذا ايضا مرفوض. اكمل كلامي للاخر. تهيج الشارع انتوا اللي تعرفوه، انا لا اعرف هذا. اكمل كلامي للاخر. يعني انت باعتبارك سفير في الخارجيه كنت سفير سابق في الخارجيه، في وقعه مشهوره جدا ومذكوره في كتاب الدكتور بطرس غالي الطريق الى القدس، لما مناحم بيجن كان واقف مع الرئيس كارتر وتم تبادل خطاب ما بين الرئيس السادات وما بين مناحم بيجن حول وجهه نظر مصر في موضوع القدس ووجهه نظر اسرائيل، لان كانت اسرائيل رافضه تماما اي حديث، فتم تخريج انه يبقى في جوابين كلاهما يضع وجهه نظر ويتم تبادل الجوابين. والدكتور نبيل العربي اللي انت بتستشهد بيه راح لرئيس السادات وقال له دول ما لهمش قيمه في القانون الدولي. وحصل بعد كده اهو انه الرئيس السادات قال له لا احنا بندور على حاجه ابعد والكلام ده. مناحم بيجن لما في المحاولات اللي كان الرئيس كارتر بيحاول يقنعه بيها بانه يتنازل عن المستوطنات اللي موجوده في سيناء وانه القوات المصريه تبقى موجوده في المنطقه قالب بكامل قوتها زي ما كان الرئيس السادات بيطلب، قال له لا احنا شعب شرد لمده 2000 سنه واتبهدل ودم وحصلت له مذبحه كبيره في بعد اثناء الحرب العالميه الثانيه، احنا مش مستعدين للمغامره. فقال له حتى لو عرضت عليك معاهده بين معاهده دفاع مشترك بين مصر بين اسرائيل وبين امريكا، قال له انا موافق بس تعمل المعاهده دي 2000 سنه. فطبعا كارتر وفريقه استغربوا، ايه المعاهده اللي عمرها هتبقى 2000 سنه؟ قال له بعدد سنوات التشريد، دي لغه عاطفيه وفهمه كارتر. قالوا له ده راجل بيقرا التوراه طول الوقت وقاعد يقول كلام اللي هو الانشا بقى بتاع الدم وبتاع ده، كلام انشا
انت عايز تحل مشكله ولا عايز تخلق دم لمده اجيال ثانيه؟ عايز تخلق تدمر مصالح ولا عايز تبني مصالح؟ هي ده السؤال اساسا. اما استخدام الدم دي فهي وسيله للتهيج. معلش يا دكتور، يا سياده السفير، دي وسيله، معلش اسمح لي. زي يا سياده السفير، يا سياده السفير، زي ما وصفتنا بان احنا بندافع عن السعوديه، هنوصفك بان دي وسيله رخيصه تستغلونها لتهيج الناس على قضايا غير عادله. بس طيب يعني اسمح لي. اتفضل سياده السفير. هم قاعدين في الاستوديو عند حضرتك. اتفضل حضرتك. ان على الاقل اتفضل حضرتك. كانوا اساتذه الجامعه يكون هناك احترام لادب الحوار. لانه لما يقول رخيصه احنا اللي بدانا، احنا اللي بدانا، احنا اللي اتهمنا الناس انها عملاء للسعوديه، احنا اللي استهناك بكده. طيب ارجوك خليني بس اكمل. طب اتفضل حضرتك، يعني اتفضل حضرتك، يعني رد حضرتك سريعا. ردي بمنتهى الاختصار انه هناك آداب للحوار لابد انها تراعى. ولما يكون الجامعة تتفرجوا عليه دلوقتي مش عارف هيقولوا عليه. لا حضرتك دي نفس النقطة الثانية، بس خلينا نكمل. سيادة السفير يا ريت ندخل في الموضوع بعد إذن حضرتك. هم اللي بيحاولوا يشخصنوا لأن هو ده. يا ريت ندخل في الموضوع من غير شخصنة لو سمحت، ندخل في الموضوع. ضربت كذا أمثلة باتفاقية رودز، موجود فيها حدودنا وموجود فيها الجزيرتين، يقدروا ينكروا دي؟ هنقدر ننكر. سلام، هات بقى الوثيقه واعرضها عليك. الخريطه ما تنزلها على موقعك في الفيسبوك. يا دكتور اهدى بس، اهدى. لا ما انت استفزتنا وقعدت تقول خونه وبتوع السعوديه، ايه الكلام الفارغ؟ اول واحد كنت هاجي اهنيك، انما يعني خلي دفاعك يقل شويه، على الاقل اسمع وجهه النظر الثانيه، يمكن تقتنع. وانت سمعتنا، انت سمعتنا اساسا. حاول تقنعني بهدوء برضه. انت مش عايز تسمعني. لو عايز تقعد بعد اذن حضراتكم لو سمحتوا، سياده السفير، عاوزين نكمل الحوار بطريقه هادئه علشان نصل لحقائق او نصل لمعلومات تبقى مفيده لينا وللراي العام. بعد اذن حضرتك من غير شخصنه للموضوع، من غير وصف الحوار باي اوصاف، من غير ندخل في الموضوع، من غير ايوه ما نعمل اي تبادل للاتهامات، ندخل في الموضوع مباشره. نحن نريد ان نتحدث في حقائق، في معلومات، في وثائق. اتفضل حضرتك. انا تحدثت عن حاجات قانونيه، فاحد لغايه دلوقتي مش بيفهم في الحكومه نفسها ان يرد عليها. انا اتكلمت عليها علني، انا مش مخبي حاجه. انا قلت حد يجيب لي الوثائق لانها موجوده، واللي عايز يفتش عليها يجيبها، يعني وثائق رودس بتاعت الهدنه، وبعدين حتى اتفاقيه او القرار الجمهوري اللي هو رقم 27. مش عارف ضيوفك اتعرضوا ليه ولا لا، لكن انا احب اني ابادر باني اعرضه. في ديباجه هذا القرار الجمهوري مشار الى المرسوم الملكي لعام 51 بتخطيط المياه الاقليميه للمملكه المصريه. هتلاقي برضو المرسوم ده لو بذلوا مجهود شويه ورجعوا له هيلاقوا ان الجزيرتين دول موجودين فيه. وبعدين في بقيه الديباجه وبالاشاره الى القرار الجمهوري اللي صدر في عصر عبد الناصر سنه 58 بترسيم الحدود المائيه لجمهوريه مصر العربيه والحدود والمياه الاقليميه، ده الديباجه بتاعه القرار اللي اتحط فيه الاحداثيات بعد كده. هذا القرار اللي هو 27 اللي كان سنه 90 اللي من 26 سنه، الديباجه بتاعته موجود على الاقل قطين فيها تخطيط المياه الاقليميه بتاعتنا والجزيرتين دول داخل المياه الاقليميه. لم يحدث لا سنه 51 ولا سنة 58 لما القرار الجمهوري صدر، ولا أثناء رودس، ولا في كامب ديفيد، ولا في اتفاقية السلام، ولا لما كانت محتلة، ولا لما كنا بنحارب السعوديين في الأول. في كل هذه التوقيتات التاريخية المعروفة لم يكن هناك أي وثيقة أو كلمة أشارت إلى ملكية المملكة العربية السعودية لهاتين الجزيرتين. طيب الحاجة الثانية اللي عايز أضيفها سريعا إذا سمحت. سريعا اذا سمحت. حاضر. اتفضل. الحاجة الثانية اللي عايز اضيفها انه جزيرة مزارع شبع التي يحتلها الاسرائيليين حتى الان ولا يريدون اعادتها الى لبنان بحجة انها سورية. انا عايز اقول ان لو اسرائيل كانت تعلم ولو حتى بنسبة شك ضئيلة ان هاتين الجزيرتين ليستا مصريتان من بداية الصراع العربي الاسرائيلي، كانت على الاقل عشان توقعنا مع السعوديه، لا الجزر دي مش السعوديه او هنفضل فيهم لغايه ما صاحبها يطالب بيها. وما سمعش، ما سمعش. اسرائيل خدت طاقه مننا وما كانتش عايزه ترجعها، والنقطه 91 كانت تاخد الجزيرتين دول وتقول عندنا ما يسر
السعودي يدعو الاسرائيليين. نعم. كويس قوي تخطيط المنطقه. فانا هؤلاء الساده عندك في الاستوديو، هؤلاء الساده الذين يدافعون عن وجهه النظر السعوديه، لا طبعا تاني مش ممكن طبعا، مفيش فايده، مفيش فايده. انا قلت الاستاذ هشام من البدايه هم مش فايده، غير مقبول يا استاذ. سوف يكتشفان او سوف يكتشفوا ان هذه الارض هي جزء من الارض المصريه منذ عهد الفراعنه، والى ان يرث الارض الله، ما هي ان يرث الله الارض. طيب بعد اذن حضرتك سياده السفير، بس اسمع دكتور جمال شعر. انا مش هرد على سيادتك، انا طبعا بحترم وجهه نظر سعادتك، وبدعوك بدعوك الى الجمعيه المصريه للدراسات التاريخيه، لان احنا بصدد اعداد مائده مستديره، وكل من يمتلك اي وثائق في القضيه اهلا بيه، وقبل ما تعرض حتى القضيه على البرلمان نكون سعداء ان احنا نرفع الملفات دي كلها للبرلمان. اشكرك يا دكتور جمال. لا طبعا تشرفنا. وبعدين انا عايز بس اقول لحضرتك على حاجه، لما تقرا مؤلفاتي احنا دافعنا عن الدم لما كتبنا عن 73، ولما كتبنا يا دكتور لما انا قلت في البدايه انني لا اشكك في وطنيه اي لما مصر. كتبنا عن الحرب الاستنزاف يا فندم، وانا واثق ان حضرتك وقت ما تقتنع هتدافع عن الكلام اللي انا حضرتك لو كنت سمعتني من الاول، انا لا ادافع عن السعوديه، انا بقول لماذا اتخذ القرار بهذا الشكل، ما هي الاوراق اللي موجوده في وزاره الخارجيه اللي خلت اللجنه اللي انا شرفت بامدادها ببعض الاوراق بعد الاستاذ الكبير الدكتور يونان لبيب اللي اعد الملف الضخم عن الجزيرتين ما توفي. انا بقول لحضرتك ان اللجنه كانت غيوره على كل ذره رمل، وانت تعلم من هو الدكتور يونان المرحوم، وتعلم وطنيه، يعني انا صعبان علي ان يشكك في وطنيه اعضاء اللجنه، عيب، دول مصريين يعني للنخاع. وبالتالي انا يعني بقول مش بعرض ان انا وجهه نظر السعوديه، لا انا بقول انه بناء على هذه الوثائق كانت وجهة النظر المصرية. ثم انتقلت المسألة إلى تعيين حدود بحرية بعد القرار بتاع 1990 وتحديد المرتكزات اللي هيتم عليها تعيين الحدود البحرية، الذي لم يرد له أي ذكر لا في 1840 ولا في 1906. هنا بتتم تعيين الحدود. أنا بقول بشرح القرار، مش بدافع عن وجهة نظر. وحضرتك يعني تشرفنا ونكون سعداء لو قدمت لنا وثائق. يسعدني ويشرفني، بس انا عايز اضيف بس جمله بسيطه على حكايه تحديد الاحداثيات دي. اتفضل. اتفضل حضرتك. وطبعا التاريخ ليه اهميه بدون شك. لكن وكيفيه هي خدت ثلاث مراحل، وانا يعني ازعم لنفسي خبرة متواضعة في هذا المجال، اني كنت وانا مدير ادارة المعادات اشتغلت عليه. نعم. طبعا لا مرض حالة القانون العرفي في تحديد المياه لغاية 58 وقية سنة 58 في هذا المجال 58 وقبلها سنة 51 كان استنادا الى القواعد العرفية. الفرق ما كانش كبير قوي، لكن هناك طرق متعددة لترسيم الحدود البحرية، وهذه الطرق مش هقدر يعني هتاخد وقت كتير عشان كان ممكن تستضيفيني حضرتك شرف المشاهدين شرف صح. في كذا طريقة، مش طريقة واحدة، في كذا طريقة لعمل لهذه الإحداثيات. لذلك قد يكون أثناء توقيع هذه الإحداثيات وقع خطأ مادي نستطيع أن نراجعه. نحن لا نريد أن نسيء إلى العلاقات المصرية السعودية ولا إلى الشعبين. شيء ثابت أنا بقول بقى، وقد أكون مخطئ وقد أكون على صواب. نعم. أنا بقول تاريخيا وقانونيا وسياسيا. نعم. وأنا بضيف إليها ومصر والدم أيضا. نعم. تمام. في بلاد أخذت بحق الدم. تمام. أخذت بهذا الشكل. وصلت. في بقى قاعدة أخيرة في القانون الدولي سريعا إذا سمحت. هقولها برضه بسرعة. اسمها في القانون الدولي ستوبل. أنا بأحيل السادة الحضور ومن يسمعني دلوقتي لأنهم يقروا كتاب الدكتور نبيل العربي عن قاعدة الحيز الممتد، لأن سمعت إن في ناس قالوا لا ده ما فيش حاجة اسمها حيز الممتد، لا في، وطبقا لهذه القاعدة قاعدة الحيازة الممتدة؟ حيازة ممتدة على
قطعا من الارض يعني. اذا لم تحتج دوله على سلوك دوله اخرى لمده تتراوح من 15 ل 20 سنه مش 100 سنه ليس لها ان تطالب بعكس هذا السلوك. وطبعا السلوك مش بالضروره ارض يعني اذا كنت انت متعوده الطيارات بتعدي من مجال الجو بتاع دوله معينه لمده 15 20 سنه ليس لهذه الدوله الاخرى انها تحتد على هذا الحق المكتسب وفقا لهذه القاعده في القانون الدولي. انا يعني احيل كل الساده ان يرجعوا سياده السفير العربي وهو كان قاضي في المحكمه ده للاسف بيخدم وجهه النظر الاسرائيليه. حلو جدا للمحكمه العدل الدوليه بيخدم وجهه النظر الاسرائيليه. فندم حضرتك بتخدم وجهه نظر اسرائيل تماما كده تماما. ايه حضرتك بتخدم وجهه نظر اسرائيل زي الفل. هقول لك ازاي حضرتك بس هقول لك ازاي يعني واحد حارب اسرائيل وواحد نط الشجاعه انا بس هقول لك بتخدمها ازاي. هقول لك بتخدمها ازاي كلامك بيخدمها لما اسرائيل ضمت الجولان اعلنت ضم الجولان. الدكتور نبيل العربي برضه بيخدم اسرائيل. ماليش دعوه بنبيل العربي دلوقتي. انا ليا دعوه اللي انت بتقوله يعني حضرتك بتتكلم على قاعده القياده المنتدبه. انا بتكلم على قاعده يا سياده الدكتور سعيد قصده على قاعده الحيازه المنتدبه. هو ليه راي فيما قلته حضرتك. خلي حضرتك معانا تسمع رايك عليها او ما فيش ما يغير وضعها فترتب حقا للدوله اللي مارست هذه السياده. صح ده كلامك. انا بقول لك هذه هذا البند اللي انت بتتكلم فيه يخدم وجهه نظر اسرائيل. وانا عندي واقع لما اسرائيل ضمت الجولان لسنه 81 وبداوا بس دي متنازع عليها يا دكتور. اسمعني بس اسمعني للاخر بس اسمعني للاخر. ما هو انت حضرتك بتجتزئ المعلومات يعني. هو حضرتك استاذ قانون ولا استاذ جغرافيا؟ استنى يعني انا بتاع شؤون اسرائيليه عارف تاريخ اسرائيل. شؤون اسرائيليه انا فاكرك استاذ قانون. لا لا انا بتاع شؤون. طب لو سمحت يعني اسال استاذ قانون هيقول لك على اللي انا بقوله ده. طب استنى كمل بس ما انا هقول لك اهو. ارض الجولان اسمع للاخر اسمع. طب اسمع ارض الجولان في تنازع عليها. اسمع للاخر في تنازع. اسمع اسمع للاخر اسمع للاخر. حصل انه لما حاولوا يعني في مؤتمر مدريد السوريين احتجوا كيف ندخل في تفاوض مع الاسرائيليين وانتوا بتقولوا ان الجولان ارض ضمت الى اسرائيل. كانت في مشكله. احد المساومات اللي اتقالت ما يسمى الحيازة الممتد. قال له انت اقليم الاسكندرونه بتاعك اللي انت تركيا خدته منك ما قدرتش تسترده. سوريا اعلنت كدوله سنه 46. الجولان حكمتها من 46 لحد سنة 67. أنا حكمها بقى من 67 أكتر منك ضعف المدة بتاعتك. لا 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 هو قال له كده. هو ده اللي الإسرائيل ردوا بيه. ماشي ماشي أنا هصدقك ولو إن يعني أنت المفروض تقدم الوثيقة اللي تقول كده. لكن أنا هقول لك بقى ولا يا سيادة السفير صح طالما هناك تنازع يعني حضرتك مش عايز. طب أديك مثال تسمح لي أقرب لك يعني أنت عايز تفهم ولا مش عايز تفهم؟ أنت بص يا سيادة السفير يعني حضرتك عايز تفهم ولا كل كلامك مليان تناقضات. أنا مش فاهم إزاي أنت مش داري. أنا بقول لك قاعدة قانونية مش عارف دي قاعدة قانونية موجودة في القانون الدولي. إذا كان هناك تنازع على هذا السلوك ده سوريا حاربت عشان الجولان وطول النهار والليل في مجلس الأمن بتقدم شكاوى لاستعادة الجولان. هذا حق متنازع عليه. هات لي اذا كانت السعوديه نازعت هذا الحق اي لحظه يا دكتور. يعني ايه حضرتك استاذ في الاسرائيليات مع احترامي انا ممكن اتعلم منك تاريخ اسرائيل مفيش مشكله. سياده السفير انا جاي اسلوب التفاوض الاسرائيلي. لكن لما تكلم قانون دولي ارجوك اسال. طب استاذ قانون دولي انا مش بقول لك انك غلطان لكن انت ما انتش عارف بس. طيب لا انا عارف كويس قوي. طيب حضرتك مش عارف. انا بشكر حضرتك على مداخلتك معانا. انت لا بتعرف تقرا معصوم مرزوق وكاعد وزير الخارجيه الاسبق والعضو في التيار الشعبي. شكرا جزيلا على مداخلتك معانا. اخير من حضرتك بشان هذا الموضوع. لا ده انا عايز اتعلم منه يعني. ما في القانون الدولي حسب ما قريت انه الحيازه والحكر اذا كان على سبيل الامانه لا يعتد به في تحقيق السيادة أو الملكية. وإلا هطير مننا حلايب وشلاتين بالشكل ده. طالما أنه على سبيل الأمانة يبقى لا تتأسس عليها ملكية. وإذا اللي مش بتستند ليه السعودية. السعودية قطعت الحكر زي ما سيادته بيقول. السعودية قطعته أكثر من مرة وكانوا حريصين أكثر من مرة أنه يسجلوا وثائقهم في الأمم المتحدة ويقولوا من 57 أن الجزيرتين بتوعنا. وهذا ليس دفاعا عن السعودية. أنا مصري زي ما حضرتك عارفة ووطني مش عايز أتكلم عن نفسي. لكن هذا ليس دفاعا عن السعودية. دي حقيقة. الحكر أو وضع اليد على سبيل الأمانة أو الاحتلال لا يتم تأسيس عليها ملكية مستحيل.
طيب دكتور سعيد، هل هناك مخاوف إسرائيلية من عودة الجزيرتين للسعودية؟ الداخل الإسرائيلي إزاي شايف الموضوع ده؟ إزاي شايف القضية دي؟ الإعلام الإسرائيلي بيتكلم عنها إزاي؟ الرأي العام الإسرائيلي مش شريك في الجدل ده خالص، لأنه بيفهم يعني ايه دوله حديثه. دوله حديثه يبقى في برلمان وفي على مستوى القياده السياسيه بيروح لها لو هو عنده اعتراض. القياده السياسيه في اسرائيل كيف تتحدث؟ القياده الاسرائيليه لم تخرج اي بيان رسمي. شكلوا لجنه، قالوا ان احنا هنشكل لجنه لدراسه تاثير الاتفاق المصري السعودي علينا وعلى اتفاقيه كامب ديفيد. ده كلامهم. انا بس اسمحي لي بدقيقه واحده، سياده السفير معصوم بيقول كلام متناقض وفي تحريض واضع علينا. خلاص هو مش معانا بقى، ما بنشوفش يعني خلاص احنا عيناه المشاهد هو مش موجود خلاص يعني لما تقول لي انك بتدافع عن وجهه النظر السعوديه انت بتحرض ضدي، وانت قلت اللي بيدافع عن دوله ثانيه عن حق دوله ثانيه وما بيدافعش عن حقوق بلده يبقى خاين اساسا، وقلت اللي سرب الوثيقه خاين، فانت كده بتستخدم بشكل خبيث بعض المقولات عشان احنا ما بندافعش عن حق السعوديه، بندافع عن العلم وعن الوثائق وعن التاريخ وعن المصالح اللي جايه قدام. انما الناس دي بتهيج الجمهور طول الوقت لمجرد باستخدام فكره الدم، باستخدام فكره انه عبد الناصر قال ولا يقرا، يعني ده راجل مش متخصص حتى في قراءه الوثائق. يعني الدكتور جمال يعلم تمام العلم انه في مشكله عند بعض المحللين السياسيين بما فيهم محمد حسن هيك، كان احيانا يضع بعض الوثائق هو لم يقراها لانه مش متخصص في الموضوع. دي مشكله كبيره اساسا. هو بقى كسفير بيتكلم في القانون الدولي وبيتكلم في الوثائق وبيتكلم في الجغرافيا وبيتكلم في كل حاجه، ولما احنا نيجي نتكلم يقول لك لا. الله، هذا الاسلوب اللي فيه نوع من التحريض هو اللي هيجي مجموعه الشباب اللي نزلوا امبارح، واعتقد انه يعني لابد من انه يبقى فيه وقفه، يعني الناس تسمع كلام المتخصصين وكلام العلم ويتناقشوا حجه بحجه. اما مساله انتوا هتضحوا بدماء ابنائنا، مين اللي قال الكلام؟ وده يخش في الموضوع ويبقوا زي مناحم بيجن عايز يعمل اتفاقيه عمرها 2000 سنه. يعني ده نفس الدماغ. طيب انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. أنا عايز بس كلمة اقول لحضرتك انه عمليه التهيج دي عمليه خطيره للغايه، وانا سعيد انه لما قلت الكلام ده في قناه اخرى ان في ناس اتصلت وقالوا احنا هدينا شويه. احنا هدينا لما اكدت على انه اللجنه الوطنيه المحترمه كانت تتمنى ان تجد وثائق تثبت بها ملكيه مصر للجزيرتين. تمام. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، دكتور سعيد عكاشة الخبير في ملف الشؤون الاسرائيليه بمركز الدراسات السياسيه والاستراتيجيه بالاهرام، شكرا جزيلا نورتنا. وايضا دكتور جمال شقره استاذ التاريخ المعاصر بجامعه عين شمس ونائب رئيس مجلس اداره مركز بحوث الشرق الاوسط، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. بعد الفاصل، السوشيال ميديا في مصر وهل نحن في حاجه لقواعد تضبط استخدام هذه الوسائل، وسائل التواصل الاجتماعي، نقاش بعد الفاصل في مساء القاهرة.